السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التتبع الدائم ديالكم على القناة. الله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر أموركم كاملين بدون استثناء. وكيف يعني كيف ديما نتمنى الفيديوهات لا السابقه ولا اللاحقه تنال اعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا والف مرحبا بالجميع. العبدي راه انتوما غير الطبيعه، انا خارج من المدار ديال عبده. المهم كيف قلت لكم كنشكر الجميع وكنشكر الاخت حسناء على الاستضافه ديالتها وعلى الاستقبال وعلى الصواب اللي يعني اللي تعاملت معنا به. سبحان الله هذيك السيده ما شاء الله. الله يكمل عليك اخت حسناء، انت وبنيتك ووليدك والعائله ديالتك. وشكرا شكرا ما لا كاع لحد. هاد السيده والله القسم راه غير متتبعه، لا هي من العائله ولا يعني من القرابة ولا من حتى شي حاجة، مجرد أنها متبعة القناة ديالي وطلبت النيميرو التليفون وعطيته ليها في كومنتير حتى تواصلت معايا. والعرس سبحان الله العلي العظيم كيتأجل، العرس كيتأجل. هادي شاد الطريق، هادي على رجليا. العرس كيتأجل من يعني من في كل مرة كانت كلفتني باش غادي نشوف ليها يعني الجوق من آسفي، النقافة من آسفي، ولكن للأسف ما كملش، الله ما كتبش. يعني بهاد كل مره كنعاودو نجدو العقده، كل مره كنعاودو نجدو العقده. في اخر مطاف قلت لها شوفي اش غادي نديرو، خليها على الله حتى تجي ان شاء الله من الديار السعوديه ويكون حل. راه كلشي قريب وكلشي موجود، داكشي اللي دارت. حتى جات شدت القاعه في ضيافه وقاص نواحي يعني تابع الازمور، وعقدات معايا انا، مشيت انا ولطيفه صافي. دوزنا الجو ديال بنتها، دوزنا معاها نهار الجمعة. كيف قلت لكم دوزنا معاها نهار الجمعة، داروا الحنة العروسة والعائلة تجمعت بالليل كيف ما شفتوا في الجزء الأول. ودوزنا معاها نهار السبت كيف ما شفتوا في الجزء الثاني. ودوزنا معاها نهار الفطور تبارك الله وصلى النبي. ورسلت لي المقطع ديال القصعه ديال العروسه نهار الحزام. ان شاء الله دابا كلشي غادي نشوفوه في الفيديو. حنا قلنا غير نشاركوا معكم الاجواء والطبيعه والعادات والتقاليد ديال كل منطقه كنمشيو لها. هذا هو اللي كاين. ومرحبا والف مرحبا انتم. العبدي راه خارج ماجر دوك. انا ماشي قلت لكم ماشي في عبده، انا في نواحي بن سليمان وتابعونا دابا. المهم انا غادي خارج باش غادي نعاود نمشي نسافر، لان واحد كاينه واحد المسافه ما بين الناس اللي كنت عندهم حتى البلاصه فين مناش غادي نركب. ونتمنى الفيديو كي قلت لكم ينال اعجابكم ومرحبا بكم. وندخلوا دابا التتمه ديال الفيديو من العرس للفطور للقصعه. مرحبا والف مرحبا بالجميع.
هذه القصعه ديال الوجيبه ديال العروسه ديال الحزام. حنا الحزام المفروض نديرو حنا 7 ايام، حنا درناه اليوم. هذه هي القصعه ديالها، ولكن درنا داك الشيء ديال الزربه شي قصعتنا. صحه وراحه ديال الحزام ديال العائد تعريس. هي هذه، هاي سير سير، صبروا صبروا، صيفطونا صيفطونا باش نتشهر. ايوا هنا كيسالي الفيديو ديال العبدي، ودابا ان شاء الله باش غادي خارج كيف ما كتشوفوا، شنطتي على يدي وغادي نمشي. السلام عليكم الدراري، الله يعاونكم، الله يعاونكم اولدي، الله ييسر الامور. مرحبا، ضروري ضروري، راه خديت النمره ديالكم ان شاء الله. خديتها خديتها، عريا مازال لا ضروري. الدراري دقه المراكشيه وعبيده الرما في نفس الوقت من مدينة خميس مامرة، قرب ليا يعني قرب لجمعة الحين. مرحبا مرحبا ان شاء الله، انا غنحط النيميرو ديالتهم في صندوق الوصف. ومرحبا بكم، والمهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا غنمشي من ازمور مع بات مع جد العروسة حتى لخميس مامرة، عاد غناخذ طاكسي باش نمشي ان شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم. الله يخليك، السلام عليكم. I'm